في الجلوس أو غرف المعيشة في البيت من أكثر الأماكن اللي بيقضي فيها العائلة أهم وقت خلال اليوم مع بعض، عشان كده من الضروري جدا الاهتمام في هذا المكان والمحافظة عليه أنه يكون مريح قدر الإمكان. من أبرز التحديات اللي بتواجهنا في غرفة المعيشة، مرات لو كانت الغرفة ضيقة جدا أو أنه تكون غرف الجلوس ما بتكون بالشكل والتصميم اللي بيناسب أفراد العيلة لو كان في أطفال وغيره. والأشياء طبعا اللي بتخلي هذا المكان مناسب ومريح هو اختيار ألوان وأنواع الأقمشة الهادية، واستخدام كمان اللوحات أو حتى المرايات عشان تعطي انطباع بأنه المساحة كبيرة. وبشكل عام الاعتماد على قطع الخشب في الديكورات بداخل غرف المعيشة بتعطي عمر أطول للأثاث وأيضا بتطفي جمال للمكان. عشان نتكلم أكثر عن هذا الموضوع نرحب معنا بأخصائية ديكور ترتيب وتنظيم المنزل روني الجندي. يسعد صباحك يا روني. يسعد صباحك سهر. روني، هذه مشكلة يمكن بيعانوا منها كثير من الناس على موضوع الغرف، لو كانت الغرفة خاصة ضيقة المساحة كيف الواحد المفروض يتعامل معها عشان تطلع بأجمل شكل وتكون كمان عملية ومناسبة؟ لازم نحن نعرف كيف نختار حيل مشان نلعب بالمكان، نعمل أشياء تعطينا مساحة أكبر سواء بالانعكاس البصري أو بالمساحات التخزين، مساحات إنه نحن نستغل المساحة العمودية أكثر من المساحة الأرضية. جميل. قبل ما أني أشتري أي قطعة أساس لازم أني أنا أشوف مساحة الغرفة شو المناسب لإلها، اختيار ألوان مناسبة بالابتعاد عن الألوان الداكنة، يعني سواء من ناحية الأساس أو من ناحية الجدران. فدائما بننصح بالألوان الفاتحة، تدرجات البيج الأبيض الرمادي الفاتح توسع المكان. تمام. ممكن نروح ما في مانع من ورق الجدران بس انه يكون بتصميم مناسب، او الخطوط الطويله كمان بتوحي لي بكبر المساحه كبر الغرفه. طب كيف ممكن نحدد انواع القطع او قطع الاثاث المناسبه وكيف طريقه توزيعها كمان في الغرفه؟ تمام. هلا طريقه توزيعها كثير، نحن تصميم الغرفه بيلعب دور، يعني انا بدي احط بمخيلتي مكان اي قطعه اثاث وين بده يكون موجود. مثلا لو في زوايا روني، لو في شبابيك من ناحيه الباب مثلا الغرفه وين بده يكون موجود، مكيف الشبابيك، في عندك كمان افياش الكهرباء اذا انا بدي احط التلفاز، يعني وين بده يكون مكانه لحتى اعرف كيف اوزع قطع الاثاث. دائما ننصح بالغرف الضيقه انه نحن نعلق التلفاز على الجدران، يعني كمان لنستغل ما ياخذ مساحه، استغل المساحه الارضيه الموجوده فيها. توسيع الضوء يعني كمان كله بيلعب دور، يعني هو تصميم الغرفة اللي بيأثر على. احنا معنا هنا واحدة من انواع التصاميم اللي انت جايباها. تمام. عنا هي وحدة تخزين تمام، هي مكتبة فينا نستفيد منها نحن من ناحية التخزين ومن ناحية عرض الاكسسوارات اللي بدها تعطي روح للمكان. فانت هون في عندك اكثر من قسم، فنفس المساحة الارضية توزعت بالطريقة الطولية تماما، فاعطتني جمال اكثر للمكان وبنفس الوقت بستفيد من السبيس الموجود بقلب مكان اكيد التصميم. ولاي درجه مهم كمان الاناره والتعامل مع الاناره الطبيعيه الموجوده في الغرفه؟ كل ما كان توزيع الضوء اكبر كل ما اعطاني شعور بكبر المساحه، فكثير مهم انه نحن نستغل الضوء الطبيعي تبع الشمس بانه ما نحط اي قطعه اكسسوار او ديكور تحجب او تخفف من الاضاءه الطبيعيه. حتى بالنسبه للاضاءه اللي نحن بنحطها بالاناره مستفيد كمان، نحاول انه المساحه اللي بالسقف ممكن تكون مخفيه مثلا بتعطي شعور كوزي، يعني خصوصا انه هي غرفه جلوس يعني للعائله، او السبوتات. كثير بنصح انه نبعد عن وجود حجم وجود شندلير كبير كبيرة. يعني الحجم لانه كمان بيعطيك شعور انه المكان ضيق مكتوم يعني. تمام. اذا انا مضطره احط فبختار بحجم دائما احجام مناسبه تكون صغيره خاصه الغرفه ضيقه. اكيد. طب لو نتكلم عن الاكسسوارات كمان زي اللوحات المرايا هذه الاشياء كيف الواحد يعتمدها في الغرفه الضيقه؟ كثير يعني غلط انه نحن نختار قطع صغيره بالاماكن صغيرة. مثلا بالنسبة للوحات لازم تروحي للوحات الكبيرة، رسومات مميزة تعطيكي شعور بفخامة المكان، لأنه أنا عندي القطع تكون سمبل صغيرة الحجم، فلما أنت بتحطي مثلا لوحة كبيرة بتكبر المكان بتعطي سبوت يعني هيك عليه. كمان ما في مانع أنك تسلطي الضوء على أي قطعة فخمة من ناحية الأساس. والمراية جايبة لنا مراية كمان. بالنسبة للحيل فنحن عندنا المراية دائما بتعطيكي شعور بوجود مساحة إضافية. بس تفضلي تتحط ولا بالعرض مثلا، ولا ممكن جدار كامل يكون مراية؟ او جدار كامل يكون مراية اذا في مجال، يعني بالنسبه للمساحه اكيد هو احسن. بس حلوه حتى في غرفه معيشه مثلا ورا الكنبه في النهار. حسب تصميم الغرفه اللي عندك، حسب قطع الاساس الموجوده أوكي. عندك الديكور. بس اذا كان ما في مجال اني حتى بحجم كبير فهي المرايه الطوليه مثل الموجوده عندنا، حتى قدرت انا اعمل كورنر يعني مميز اني انا احط اكسسوارات، فينا نحط قطع يعني زرع بتعطي كمان روح للمكان. بس تحسي احلى انه تكون مثلا زي هذه الموجوده
معنا انه بستاند ولا حلو تكون معلقه على الحيط مثلا؟ ممكن انه تتعلق على الحيط تماما، بتطلع كمان زي التلفزيون عشان ما تاخذ مساحه مثلا. تمام صحيح. طب لو بنختم مثلا كمان روني، بايش ابرز الحيل اللي المفروض الواحد لازم يعتمدها في الغرف الضيقه، وايش الاخطاء الشائعه اللي كثير ناس بتميل لها بس انه ما بتساعد في توسيع الغرفه؟ هلا اذا عندي شباك صغير كثير غلط اني انا احط ستائر على قد الشباك، فبتعطيني شعور انه شباك صغير، ما نحط ستائر على قد الشباك، نحاول انه نحن نكبر الستائر على قد حتى لو ما في شباك يعني. لا يعني لا لا في شباك، بس حتى لو ما في شباك عريض احنا نعرض الستائر. نعرض الستائر لانه الستائر الكبيره بتعطيك شعور بالفخامه، وخصوصا الممتده للارض يعني بتعطي الانعكاس البصري انه هذا المكان كبير، اما لما بتوحي لك انه الشباك صغير محدود يعني هي حتى العين بتشوف انه المكان صحيح. محدود وضيق. تمام. في عندك مثل ما قلت لك الالوان، انه نحن نختار الالوان الفاتحه بتأثر. عندك بالنسبة للكنب إذا بنختار اللي الأرجل المكشوفة كمان بتعطي انعكاس بصري بوجود مساحة أكبر. والله تلعب دور. إيه ما خطرت في بالي هذه أبدا موضوع الكنب. طب بس سؤال بسألك بسرعة، وحدة التخزين هذه أحسن تكون ظهرها مفتوح مكشوف زي اللي أنت جايباها، ولا عادي يكون مثلا إذا كان في مجال إنه يكون مكشوف كمان العين بتكون ممتدة أكثر. وبالنسبة للكنب حتى إذا في مجال إنه نحن ما نلزقه كمان بالحيط، يعني يكون في مسافة بسيطة بتعطيكي شعور خدع للأبد. صحيح. طب آخر سؤال، لو في أحد بيحب مثلا يحط لون البويا لون الجدار إنه يكون غامق، تنصح يعتمد مثلا حيط او حيطين او ابدا ما يعني مستحيل؟ هو يفضل انه يروح للالوان الفاتحه. أوكي. ما يقرب على الالوان الداكنه اذا في عندي تصميم. بس مرات الغرف خشب. حتى لو انت حابه تعمليها كوزي يعني عادي لو حيط واحد ولا عادي لو حيط واحد، بس ما تكثري تصاميم يعني ما تكثري زحمه او عجقه بالغرفه. ممكن ان نعمل تصميم لحتى يكون كمان نكسر البساطه يعني الموجوده خصوصا بالالوان الاساسيه اللي اعتمدناها الفاتحه، فممكن نعمل تصميم سواء بالخشب سواء بالجدران مرايه. طب اخر سؤال، لو الغرفه ضيقه جدا بس في أطفال في البيت واعتمدنا ألوان فاتحة، ما حد تتبهدل الأثاث؟ في عنا حلول يعني، أو ممكن نختار ألوان حيادية يعني حيادية. بس ما بفضل الألوان الكتير غامقة بالنسبة للجدران مع الكنب مع الإكسسوارات يعني كله مع بعضه بيلعب دور عشان ما تكتر الغرفة. شكرا روني، يعطيكي ألف عافية على المعلومات الجميلة اليوم على الموضوع الشيق. وإحنا مشاهدينا كمان في الختام حنعرض لكم بعض النصائح الإضافية حول موضوعنا لليوم.